باهي عسلامة. اليوم نحكي نحكيو على اقتراح النائبة التومية إنشاء دار شهيد وين الشهداء نجموا يعملوا دمي ألونجي وكابيسان مراعاة واحتراما للعباد اللي درافيش تستهلك. ومناش باش نحكيو على إلياس الفخفاخ اللي ولا وزير المالية وقعد وزير السياحة على خاطر ياسر خرم وبرشا هزان ونفضان. لكن باش نحكيو على سامي الفاري. ولا تعرف كيفاش؟ مناش باش نحكيو على سامي الفاري اللي يقولوا إعلام العار وموجه ومسيس وهب هب هب وهب هب هب وهب هب هب. باش نحكيو على حرية الإعلام. نرجعوا على عام 2012 والحصيلة العددية في العالم حسب التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود. وين نقراو السنة الأكثر دموية للصحفيين منذ صدور أول تقرير سنوي للمنظمة عام 1995. ونبدأ بالأرقام. السنة 88 صحافي تقتلوا، معناها أكثر ب 33% من 2011. 879 صحافي تم اعتقالهم أو استجوابهم. 1993 صحافي وقع الاعتداء عليهم أو تهديدهم. 38 صحافي تخطفوا. 73 قطعوا وهجوا من موديلهم. 6 متعاونين مع وسائل الإعلام تقتلوا. 47 مواطن إلكتروني وصحافي مواطنة تقتلوا. 144 مدون ونيت سيتويان تم اعتقالهم. و193 صحافي تحبس. سوريا هي مقبرة الإعلاميين في 2012، بعدها الصومال، الباكستان، المكسيك والبرازيل. الجو الحسيل. أكبر 5 سجون لصحفيين في العالم سوريا، إيران، إريتريا، الصين، وعلى رأسهم الكل تركيا اللي حكومة الهوها ومخذة منها القدوة والمثل. وهذا ما يلخص ويحوصل الجاي في المستقبل القريب مع الحكومة المؤدبة متاع سنون. وفي نفس الوقت على موقع المجلس الوطني التأسيسي www.anc.tn كي تدخلوا تحبوا تقرأوا مشروع القانون الأساسي عدد 59/2012 المتعلق بحرية الإعلام تلقاوه ناقص وما يخلط كان الفصل عدد 80 وسكاني بالمعاوش وحالة حليلة اللي ما تليقش حتى تعرف بأعظم وأقوى مجلس تأسيسي في العالم. أي وين خلطنا؟